خلاص يا جماعة، خلاص الصدارة لليفربول، وبعد قليل مباراة أرسنال ومانشستر سيتي المنافس على لقب البريمرليج على أشدها. نار يا حبيبي نار، كلوب سواها وخطف الصدارة مؤقتا من أمام نادي أرسنال، 67 نقطة. أبو صلاح يا أبو صلاح، شكله لقب البريمرليج هذا الموسم ما راح ينحسم إلا في الجولات الأخيرة، أو بالأحرى في الجولة الأخيرة. لويس دياز يا فنان، وكلوب يا رائع، يا سلام على متعة البريمرليج، الدوري الإنجليزي الممتاز. ألف 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 مبروك لجمهور الريدز ليفربول. بعد نصف ساعة من الآن ستنطلق مباراة القمة ما بين أرسنال ومانشستر سيتي على ملعب الاتحاد. هل تعود الصدارة من جديد لأرسنال، أم أن ليفربول هو من سيكون بطل هذه الليلة بالصدارة عن جدارة؟